بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبائي الصغار تلاميذ الصف الأول، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الوحدة الجديدة وهي مناسبات. النهاردة إن شاء الله ناخد نشيد أحب العيد. نشيد إيه؟ أحب العيد. طبعا إحنا كلنا منتظرين العيد، منتظر رمضان يجي على خير، وإن شاء الله نصوم ونصلي التراويح وناخد العيدية، وكل سنة وانتم طيبين. دلوقتي بإذن الله تعالى بقى هنقول إيه؟ أحب العيد، هنقرأ قراءة سريعة. أحب العيد من قلبي وأنعم فيه بالحب، وأدعو فيه أحبابي لنسعد فيه بالقرب. ترانا فيه كالطير إذا نهضت مع الفجر، ونرجو أن يعود لنا بكل الحب والخير. فعد يا عيد بالبشرى، فأنت الفرحة الكبرى، وجمع كل أحبابي لنصنع في غد فجرا. طبعا كده احنا قرأنا قراءة سريعة، نرجع نقرأ تاني. قول ايه؟ أحب العيد. أحب العيد من قلبي وأنعم فيه بالحب، وأدعو فيه أحبابي لنسعد فيه بالقرب. ترانا فيه كالطير إذا نهضت مع الفجر، ونرجو أن يعود لنا بكل الحب والخير. فعد يا عيد بالبشرى، فأنت الفرحة الكبرى، وجمع كل أحبابي لنصنع في غد فجرة. طبعا احنا كده قرأنا النشيد. أحسن طريقة إنك تحفظ بيتين بيتين كل يوم، يعني مثلا ايه 2 4 6 نحفظه على 3 أيام ونكتبه بخط جميل، وبعد كده ننشده مع الوالد أو الوالدة، وطول ما انا في البيت اقعد اردد فيه: احب العيد من قلبي وانعم فيه بالحب، ترن تن تن ترن تن كده يعني. خلاص ونروح ايه احب العيد. طبعا كلنا بقى ايه بنحب العيد من جوة القلب، وبيكون في حب وحنان، وندعي فيه الاحباب وناكل وننبسط، ونكون فيه ان شاء الله يا رب نخرج من الحظر ونطير بره، ونروح الحدائق ونروح المولات وننبسط، وربنا يرفع عنا الغمة ونستنى الفرحة. خلاص نروح بقى لنص الاستماع. نص الاستماع كان بيتكلم عن ايه؟ مناسبات. كلهم بقى اجتمعوا علشان يروحوا للملاهي، وان شاء الله نرجع للملاهي تاني، ونروح بالهدايا ونزور الاحباب والاصحاب. كان في بنت فقيرة صاحبة نورة طلبت من أمها إنها تشتري لها هدية وتروح توديها لها للعيد. بالفعل الأم استجابت وأخذوا الهدايا وراحوا زاروا مين؟ زاروا صاحبتها وصديقتها، وهنأوهم بمناسبة العيد، وقالوا لهم: كل سنة وانتم طيبين، وعساكم من عواد، يا رب رد علينا العيد بخير يا رب. وكده نكون انتهينا ان شاء الله من المقدمة، وبإذن الله تعالى انتظروني في اللقاء القادم ودرس جديد بإذن الله.